والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سهر ناجي، أهلا بك أميرة العقدة، وأهلا بك مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وضع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة ورئيس مجلس إدارة مجموعة هاير العالمية حجر الأساس لمجمع هاير إيجيبت بمدينة العاشر من رمضان، وهو أول مجمع صناعي صديق للبيئة في مصر على مساحة 200,000 متر مربع، وتضم المرحلة الأولى من المجمع 3 مصانع رئيسة، بالإضافة إلى المصانع المغذية بتكلفة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من العام القادم بطاقة إنتاجية سنوية 1 مليون جهاز بمكون محلي يتراوح من 60 إلى 70%. في إطار جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين، تم افتتاح معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان، والذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مديرية التموين بمحافظة أسيوط وبالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد. ويتيح المعرض السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 30% عن مثيلتها بالمحال والسلاسل التجارية. يمكن بالامس القريب كنا بنفتتح منفذ في مدينه اسيوط الجديده، وتنفيذا للتوجهات الرئاسيه لفخامه السيد رئيس الجمهوريه ان احنا بنكتر من المنافذ، بيبقى فيها كل السلع زي ما احنا شايفين كده في المنفذ اللي احنا موجودين فيه ده في قلب مدينه اسيوط. في الحاجات رمضان موجوده، في الحاجات الخاصه بالاعياد موجوده، عيد الام عشان داخل علينا، وكل سنة ومصر كلها وأمهات مصر كلهم بالخير يا رب بإذن الله تعالى. كلنا بنشارك في إقامة المعارض، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. احنا هنا في أحد المعارض المقامة في نطاق محافظة أسيوط، وبالتحديد في نادي الواي. المعرض مقام طبعا بيعرض جميع أنواع السلع الغذائية. أنا عندي فرق في المعروضات بين هنا وبين الأسعار في الخارج. طبعا الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تواصل معارض أهلا رمضان المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 30 و40%. تتضمن المعارض سلعا غذائية وخضروات وفواكه وأسماكا ولحوما ومنظفات، إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة. ويتضمن المعرض أشغالا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة. موفرين كل الشغل اللي أنا عامة بشتغله، أي شغل بيتي داخل التفريزات الخضار والفاكهة وتقطيع اللحوم وتجهيزات المطبخ لست البيت العاملة، موفرها لها بكل حاجة، بالتتبيلات، بكل الشغل، تطلع وتطبخ على طول. فرصة كويسة وجيدة جدا إن احنا توفر لنا في جميع معارض أهل رمضان مساحة كويسة جدا لجميع المشغولات اليدوية والمشروعات الصغيرة. احنا مبسوطين جدا من فكرة المعرض، والمعرض في متناول الناس كلها، يعني اللي معاه بيشتري واللي معهوش بيشتري، والناس كلها بتشتري الحمد لله. أنا باجي هنا المعرض وبشتري كل السلع، والسلع كلها متوفرة وبأسعار مخفضة وأقل من السوق كله، وكل حاجة دايما موجودة. في أسواق البترول العالمية وصل النفط خسائره مع تسجيل خام برنت أعلى مستوى له في 3 أشهر، إذ أثار القلق بشأن بنك كريدي سويس مخاوف الأسواق العالمية ليحد ذلك من التأثير الإيجابي لتوقعات بانتعاش الطلب الصيني على النفط. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.1% لتصل إلى $75.05 للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.25% مسجلة نحو $69 للبرميل، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.87% لتصل إلى $2.63 للتر، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.54% لتسجل نحو $2.48 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تخلت معظم أسواق الأسهم في الخليج عن مكاسبها في التعاملات المبكرة لتغلق على انخفاض لتقتفي أثر البورصات العالمية، إذ اعترى الأسواق حالة من القلق بعد أن قال أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس أنه لا يمكنه تقديم المزيد من المساعدة المالية للبنك السويسري. تراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.6% متأثرا بانخفاض سهم شركة أرامكو بنسبة 2.9%. كما تراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي بنسبة 2.7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير عام 2021. وتراجع المؤشر القطري 1% مع هبوط معظم الأسهم المدرجة فيه. وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 0.7%، في حين أغلق مؤشر دبي على ارتفاع قدره 0.2% منهيا 6 جلسات من الخسائر. وصل معدل التضخم في الأرجنتين قفزاته وتخطى حاجز 100% الشهر الماضي للمرة الأولى من أزمة التضخم المرتفع في عام 1991. أظهرت بيانات مكتب الأحصاء في الأرجنتين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 102.5% في فبراير مقابل 98.8% في يناير. وإلى جانب التضخم المتفاقم، فإن جفاف المحاصيل أدى إلى تفاقم التوقعات القاتمة بتدهور صدرات السلع الأساسية التي تعزز النشاط الاقتصادي والإيرادات الضريبية واحتياطات البنك المركزي في البلاد. وكان بنك جي بي مورغان توقع الشهر الماضي أن يشهد اقتصاد الأرجنتين سيناريو الهبوط الحاد العام الجاري، حيث تعمق موجة جفاف المحاصيل التوقعات بحدوث انكماش أكبر. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.